بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الدرس الماضي حصل البدء بهذه الترجمة، وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وأن البخاري ذكر تحته ما يتعلق بالإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ثم ذكر آيات عديدة فيها الدلالة على زيادة الإيمان. ومن المعلوم أن ما يقبل الزيادة يقبل النقص، ولم يذكر شيئا يتعلق بالنقص، وإنما ذكر آيات عديدة كلها تتعلق بالزيادة. ولكن مما جاء في النقص قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فإن قول ناقصات دين يعني يدل على النقص في الإيمان. وكذلك ما كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص. وذكر بعد ذلك آثار عن السلف فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، وذكر فيه منها أثر عمر بن عبد العزيز الذي مر بنا بالأمس، وهو آخر ما مر بنا بالأمس، وفيه من أتى بها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يأتي بها لم يستكمل الإيمان. يعني هذا فيه بيان التفاوت في الإيمان، وأن من استكملها فإيمانه كاملا وعنده زيادة في الإيمان، ومن لم يستكملها فإنه لم يكن مثل من استكملها بل عنده نقص في الإيمان. ثم ذكر بعد ذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، أثر معاذ رضي الله عنه، نعم، وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن. نعم، هذه مر بنا هذه الآية بالأمس، وأن قضية الاطمئنان أنها فيها زيادة في اليقين، وذلك بالجمع بين علم اليقين وعين اليقين.
علم اليقين الذي هو يعني المعرفة والعلم، وعين اليقين بحيث يعني يكون يشاهد ويعاين، يعني هذا الذي علمه رآه مشاهدا معينا، وهو كيفية الخلق وإحياء الموتى، وأن الله تعالى يعيد تلك الأجسام التي حصل موتها وتمزق وتفرقت وتشتتت، فإن الله تعالى يجمعها ويعود الخلق كما كان، يعني أن الخلق هو الذي كان موجودا في الأول، وليس شيئا جديدا يوجد ولم يكن له وجود في الدنيا، بل الذي يعاد خلقه هو الذي كان موجودا، وذلك ليحصل الثواب لذلك الجسد الذي أحسن، ويحصل العقاب للجسد الذي أساء، وليس لأجساد جديدة ما لها وجود في الدنيا. ولهذا جاء في القرآن الكريم أن 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 أنها أنه يقسم على الأفواه فتشهد الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون. فهذا يعني يفيد بأن الجسد الذي ينعم والجسد الذي يعذب في الدار الآخرة هو الجسد الذي كان في الدنيا الذي حصل منه الإساءة والإحسان. فهو سألك معرفة الكيفية ومشاهدة الكيفية، فأخبر بأنه يأتي بطيور وأنه يمزقها ويقطع لحمها ويجعلها كتلة واحدة، ويجعل على كل رأس جبل منها قطعة، ثم إنه يدعوها فتأتي كل قطعة حتى تبقى في مكانها، وحتى تعود الطيور على هيئتها التي كانت قبل ذبحها وتقطيعها وتفريقها. ولهذا جاء في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن عيد الذي اختلط بالأرض من الذرات التي اختلطت في الأرض حتى تعود. ومثله قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الهوى، فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه، حتى عاد الرجل كما كان من هذه الذرات التي تفرقت. فهذا هو شأن الخلق. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إنما أراد معرفة مشاهدة الكيفية ليزداد إلى علم اليقين عين اليقين. ثم ذكر أثر معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل اجلس بنا من ساعة، يعني أراد أن يجلس معه ويحصل التذاكر والتفكير والتأمل فيما يقوي الإيمان. هو مؤمن والذي معه مؤمن، ولكن المقصود هو الزيادة في الإيمان. فقوله اجلس بنا نؤمن ساعة يعني يزداد إيمانا بكونهم يذكرون الله عز وجل ويتأملون ويعني يشتغلون في العلم النافع الذي يعود عليهم بخير، ويحصلون وراءه الأجر والثواب، فيكون لهم زيادة في الإيمان بسبب ذلك، لأن الأعمال الصالحة والأعمال والطاعات تزيد في الإيمان، كما أن المعاصي تنقص الإيمان. فجلوسهم ومذاكرتهم واشتغالهم بالقرآن وبذكر الله عز وجل هذا فيه زيادة إيمانهم. فقوله اجلس بنا نؤمن ساعة يعني كونهم يتذاكرون يحصل زيادة الإيمان لا أصل الإيمان. نعم. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن مسعود الإيمان اليقين الإيمان كله. اليقين يعني ما يقوم في القلب وما يستقر في القلب من اليقين والثبات يعني على الحق واستشعار عظمة الله وخوف الله ورجائه والحب فيه والبغض فيه من أعمال القلوب التي تقوم في القلوب. اليقين الإيمان كله، وذلك أن الإيمان الذي يكون في القلب والذي تمكن من القلب هذا هو الذي تتبعه الجوارح وتتبعه الألسنة في فعل الخير وفي ترك الأمور المنكرة، وكما جاء في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله.
وكما جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. ولهذا هناك تفاوت فيما يقوم في القلوب بالنسبة للأفراد والأشخاص وفيما يقوم في قلب الإنسان الواحد في وقت وآخر. معلوم أن ما قام في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الإيمان واليقين أعظم مما قام في قلب غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يدل على أن تمكن الإيمان من القلب وحصول اليقين واستقرار الإيمان في قلب الإنسان الذي تنبعث الجوارح في تحقيق ما يريده وتحقيق يعني ما يعني ينبعث عنه، هذا هو الإيمان الحقيقي والإيمان الكامل كما يعني كما جاء في هذا الأثر اليقين والإيمان كله. نعم. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال ابن عمر لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يترك ما حاك في الصدر، يعني ما حصل التردد فيه في إباحته وفي حله. وهذا يعني معناه أن الإنسان يترك الأمور الواضحة المحرمة ويترك الشيء المشتبه الذي قد يكون حراما، كما جاء في حديث النعمان بشير نفسه الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن كل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان الذي يترك المحرمات ويترك المشتبهات التي مترددة بين الحل والحرمة والتي يخفى أمرها هل هي حلال أو حرام، هذا هو الذي يبلغ حقيقة التقوى. والتقوى كما هو معلوم هي كون الإنسان تقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذا هو هذه هي التقوى. فلا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى، ومعلوم أن ذلك هو القوة في الإيمان والتمكن في الإيمان والزيادة في الإيمان، حتى يترك ما حاك في صدره وتردد في صدره هل هو حلال أو حرام، فيترك ما لا بأس به خشية مما به بأس. ورد حديث ضعيف عند الترمذي في هذا لا يبلغ المرء يكون متقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولكن حديث النعمان بشير رضي الله عنه واضح في بيان ذلك، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية، هذا تفسير لهذه الآية، يعني معناها أن الله تعالى وصى محمد صلى الله عليه وسلم ونوحا كما وصى نوحا ومن بعده من الأنبياء بدين واحد وشرعة واحدة، هي في الأصول هي الإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وإن اختلفت في الفروع والتفاصيل، وأنه يكون في شريعة يعني أمور من الأشياء ما هو حلال في شريعة وحرام في شريعة، لكن الدين والأصل واحد، وهو أن كل مطلوب منه الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشريعة الأنبياء في أصولها واحدة ولكنها مختلفة في الفروع، بحيث يحل في شريعة ما حرم في شريعة، يعني مثل الجمع بين الأختين
يعني يعني كان سائغا ومنع في هذه الشريعة، وهكذا يعني يحل في شريعة ما يحرم في شريعة. أما بالنسبة للأصول فهي كلها على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، وكلها ترجع إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة من سواه. نعم. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، يعني تفسير شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم. هذه الآثار علاقتها بالباب؟ هي في الغالب يعني التي مرت يعني أنها فيها زيادة الإيمان، وهذه بيان الأصول التي يعني جاء بها الأنبياء، ولأن الترجمة باب بني الإسلام على خمس، يعني الأصول التي بني عليها الدين، الأصول التي بني على الدين، فهذا فيه يتعلق ببيان الأصول، وأن الله تعالى أمر أو شرع لنبيه ما شرع لغيره من الأنبياء فيما يتعلق بأصول الدين مع اختلاف الفروع، مع الاختلاف في الفروع، وكذلك أيضا أن الله تعالى جعل الأنبياء شرعة ومنهاجا، وذلك في الأصول مع التفاوت في الفروع، فيكون يعني العلاقة يعني من جهة الأصول والاتحاد فيها، وبعضها يتعلق بالزيادة والنقصان فيما يتعلق بأثر بن معاذ وأثر بن مسعود و حتى ما حكى فصل عن مسعود اليقين والإيمان كله، ثم حديث ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة. نعم، هذه كلها تتعلق بزيادة الإيمان، هذه كلها تتعلق بزيادة الإيمان، والذي بعدها يعني يتعلق بالشرائع وأنها متفقة في الأصول. هذه الآثار الآن ساقها لم يذكر لها أسانيد، لكن الحافظ بن حجر ذكر وصلها وأنه وقف عليها وذكر من وصلها، إلا أثر الأثر اللي هو التقوى. إيش من هو أثره؟ كيف شيخ؟ التقوى هذا من هو الأثر؟ حديث ابن عمر لا يبلغ العبد حقه. نعم، هذا هو الذي قال أنه لم يقف على وصله، لكن وجد من الحديث ما يدل على معناه، هو حديث النعمان بشير. فنقول أنها معلقات مجزوم بها. نعم، معلقات مجزوم بها، إلا هذا فإن الحافظ بن حجر قال إنه لم يقف على وصله. قال باب دعاؤكم إيمانكم. هذا الباب يعني سقط من بعض النسخ، وسقوطه هو الأولى، لأن دعاؤكم إيمانكم مثل شرعة ومنهاجة، وهو أثر على ابن عباس، يعني هو متعلق بالباب الذي قبله، والحديث الذي بعده هو نفس الذي أشير إليه في الباب. يعني سقوط الباب في هذا الموضع لا شك أنه هو الواضح، يعني ليس شيئا جديدا، ليس يعني شيئا جديد، وإنما سقوطه هو الواضح، لأن الحديث الذي ذكر في أول ترجمة سابقة هو الذي جاء بعد هذه الترجمة، وكلمة دعاءكم إيمانكم مثل شرعة ومنهاجة، هذا أثر عن ابن عباس، والذي الأخير أثر عن ابن عباس شرعة ومنهاجة طريقا وسنة، وهنا قال دعاءكم إيمانكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني دعاءكم معناها إيمانكم، فهو أثر عن ابن عباس، أثر عن ابن عباس، والذي قبله يعني بدون الباب هو أثر عن ابن عباس، فحذف الباب هو الواضح، حذف الباب هو الواضح من جهة أن الحديث الذي بعده هو نفس الحديث الذي أشر له في الترجمة السابقة، باب بني الإسلام على خمسة، وهذا الحديث اللي هو الذي فيه بناء الإسلام على خمسة الذي بعد هذه الترجمة. إذن كلمة الباب جاءت في بعض النسخ، وعدم ذكر الباب أوضح، ويكون دعاؤكم إيمانكم تابع لقوله للأثر الذي قبله شرعة ومنهاجة، هذا أثر عن ابن عباس وهذا أثر عن ابن عباس،
فقال دعاؤكم إيمانكم دعاؤكم إيمان لا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم, آخر آية في سورة الفرقان. والدعاء يعني فسر بأنه الإيمان كما هنا عن ابن عباس, وفسر يعني بأنه الدعاء, والدعاء معلوم أنه من أنواع العبادة, ولهذا جاء الحديث الدعاء هو العبادة في السنن حديث حسن وصحيح, الدعاء هو العبادة. فإذا هذا أثر يعني تابع للآثار السابقة التي يعني أوردها المصنف, وليس شيئا جديدا يترجم له, بدليل أن الحديث الذي بعده هو نفسه موضوع الترجمة السابقة. وثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس, وهو في الأول قال باب قول النبي بني الإسلام على خمس, فجاء الحديث المطابق للترجمة, جاء الحديث في آخر الآثار آخر الآيات والآثار, جاء الحديث الذي بنيت الترجمة عليه, فقال بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس يعني أنه كالبنيان الذي يبنى على أعمدة, فيعني يستفاد منه بوجود هذه الأعمدة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, خمسة أركان. الركن الأول هو أساس في نفسه وأساس لغيره, لأن الأركان الباقية هو كل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا بني على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادتان شيء واحد متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا يستغنى بواحدة عن الأخرى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فلا بد من شهادة لا إله إلا الله ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص, وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة. ولهذا الأعمال المقبولة عند الله لا بد فيها من أمرين, أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني تعني الإخلاص, وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة, وإذا فقد أحدهما فالعمل لاغ ولا قيمة له. فلو وجد الإخلاص ولكنه على خلاف السنة, وإنما هو بدعة, هو عمل عملا أخلص فيه لله يريد وجه الله لكنه ما بني على سنة مبني على بدعة, هذا العمل لا قيمة له, لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد, رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. إذن لابد من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله الذي هو المتابعة. ولو وجد العمل وفقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا لأنه فقد في شهادة الإخلاص. فإذا لابد من الإخلاص الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله, ولا بد من المتابعة التي هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول, وهو أس الأسس, هو أساس في نفسه وأساس لغيره. كما أن الإيمان بالله في الأركان الإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه غيره, ولهذا أضيف غيره إليه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مضافة إليه. يعني إذن الأصل لابد منه, هو أساس في نفسه وأساس لغيره. وأركان الإسلام الخمسة الشهادتان هما الأساس في أنفسهما وأساس لغيرهما. فالصيام والزكاة والصدقة وما إلى ذلك مع 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 عدم شهادة محمد رسول الله لا قيمة له. الكافر لو أنه تصدق أو أحسن فإن ذلك لا ينفعه, كما جاء في حديث عن عائشة لقات ابن جدعان أنه قال أنه كان كذا وكان كذا, فقال هل ذلك نفع؟ قال لا, إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما
ما وجد منه الأساس الذي ينفع معه العمل. والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأعمال التي يعني لم تستند إلى الإيمان وتستند إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لاغية. فإذا مقتضى الشهادتين الإخلاص والمتابعة وهما شرط قبول العمل. وإذا وجد جميعا فيعني وجد ما يقتضي قبول العمل، وإذا ذهب جميعا أو ذهب أحدهما بأن فقد الإخلاص ومتابعة أو فقد الإخلاص وبقيت المتابعة أو فقدت المتابعة وبقي الإخلاص فإن العمل يكون مردودا على صاحبه ولا قيمة له. ثم بعد ذلك يليه الصلاة، يعني هذا يعني الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة هي عمود الإسلام كما جاء في حديث معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وعموده الصلاة. فيقول هنا بني الإسلام على خمس، يعني أنه مثل البيت الذي يكون مبنيا على عمود، فإذا ذهبت العمود فإنه يذهب البيت. والصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، ولهذا وصفت بأنها عمود الإسلام، ولهذا جاء في حقها ما لم يأتي في غيرها، جاء من النصوص ما يدل على أن تركها كفر، وأن العهد الذي بينه وبينه صلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الذي فيه في الأمراء هل نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني فالصلاة هي عمود الإسلام، والعمود إذا ذهب، إذا الخيمة المبنية على عمود في وسطها إذا نزعت العمود فإنها تسقط الخيمة ولا يستفاد منها، تكون كالفراش ما أحد يستفيد منها، لا في استظلال ولا في استدفاء، لا في دفع البرد بوجود الحاجز الخيام، ولا بدفع الشمس لوجود ما يقي منها، فهي بمثابة العمود التي تكون يقوم عليها البنيان. ولهذا نجد أن العمارات الشاهقة إذا أريد إسقاطها ماذا يصنعون؟ لا يأتون للدور الأول ويكسروه حتى ينزلوا للثاني ثم الثالث، وإنما يأتون إلى الأعمدة التي في الدور الأول فيخلخلونها ثم يربطون بها شيئا يعني قوي من الحديد ثم يجر من مكان بعيد ثم تسقط، فتكون العمارة التي من 10 أدوار كأنها دور واحد لأن الأعمدة ذهبت. فهذا يوضح يعني شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن الإسلام بني على هذه الخمس، ولكن أساس الأسس هو التوحيد والمتابعة ثم بعد ذلك الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وأنت إذا صحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تكتشف أنه طيب أو رديء في خلال 24 ساعة إذا كان يصلي وحضر الصلاة، هذه علامة خير، وإذا كان تارك الصلاة هذه علامة شر، بخلاف الأركان الأخرى. الزكاة ما تجب إلا شهرا إلا مرة واحدة في السنة، وعلى من ملك نصابا وحال عليه الحول ومقدار معين، وليس كل تجب عليه الزكاة، الفقراء ما عليهم زكاة، والأغنياء الذين يملكون الأنصبة أقل شيء نصاب ويحول عليه الحول هذا فيه زكاة. إذا ما كل يعني تجب عليه الزكاة، ولا تجب في كل يوم ولا في كل شهر، تجب في السنة مرة واحدة. الصيام كذلك ما يأتي إلا في السنة مرة واحدة، صوم واحد شهر في السنة. الحج ما يأتي في العمر إلا مرة واحدة، فهي متفاوتة. ولهذا الصلاة كانت أعظم من غيرها لأنها في اليوم والليلة 5 مرات، ونفعها قاصر
وأما الزكاة التي بعدها فهي نفعها متعدي، نفعها متعدي لأنه يستفيد المزكي والذي دفعت إليه الزكاة، والذي دفعت إليه الزكاة. والصيام نفعه متعدي يعني قاصر، والحج كذلك يعني هو قاصر على من حج، أو يعني متعدي لمن حج عنه إذا كان حج عن غيره، لكن الصلاة هي أعظم شأنا من غيرها، ولهذا وصفت بأنها عمود الإسلام، وجاء في الأحاديث ما يدل على عظم شأنها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا فيما إذا حصل التساهل. وأما في الجحود فجحود أي واحد من أركان الإسلام الخمسة وكذلك من الأمور التي معلومة من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كفرا، ولكن الصلاة من جحدها من تركها تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا، لهذه الأدلة التي جاءت في خصوصها، ولكونه جاء عن أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والزكاة هي التي تلي الصلاة في الأهمية، وهي متعدية النفع ويستفيد المزكي والذي دفعت إليه الزكاة. والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فهو جزء قليل من المال يخرج من أموال الأغنياء بشروطه بأن يكون حال عليه الحول، بلغ نصاب وحال عليه الحول، ويدفع للفقراء، فالفقير يستفيد من هذا القليل والغني لا يؤثر عليه هذا القليل، لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير وصوله إليه، وينفع الفقير وصوله إليه. ثم بعد ذلك الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي هو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الحج. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر الحج مقدما على الصيام، ثم إنه رتب الكتب على هذا الترتيب فجعل الحج مقدما على الصيام في نفس ترتيب الكتب، لأنه لما ذكر هذا الحديث رتبها، رتب الكتب فيما يتعلق بالعبادات عليه، فبدأ بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصيام. قال وحج البيت وصوم رمضان، فقدم الحج في الترتيب، ولهذا كتاب الحج مقدم على كتاب الصيام، لأنه ذكر هذا الحديث ورتب الكتب عليه. وقد جاء في صحيح مسلم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن ابن عمر رضي الله عنه يعني روى الحديث، فلما استعاده يعني الذي أخذ عنه وقال والحج وصوم رمضان، قال لا، صوم رمضان والحج يعني نفسه يعني، فهذا يدل على أن هذا الذي معنا عند البخاري مروي بالمعنى، مروي بالمعنى، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما أخذ منه الحديث ثم استعاده ممن أخذ عنه فقدم الحج على الصيام، قال لا، إنما سمعت من رسول الله الصيام ثم الحج. فيدل على أن الروايات الأخرى التي فيها تقديم الحج على الصيام أنها من قبيل ما روي بالمعنى. نعم. الإسناد قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم، عبيد الله بن موسى، ايوه، عن حنظلة بن ابي سفيان. نعم. عن عكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد هذا يعني روى له اصحاب الكتب، وفي شخص اخر قال له عكرمة بن خالد يعني ضعيف وليس له رواية في الكتب، وهو يعني ولهذا ذكر الحافظ التقريب بالتمييز، يعني معناه أنه مشتبه بهذا الاسم ولكنه ليس له رواية في الكتب الستة، وهو عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي، يعني هذا الضعيف
جده سلمة. وأما الثقة فهو الذي معنا في هذا الحديث. نعم. عن عكرمة بن خالد شيخنا. عكرمة بن خالد هذا الذي معنا. اي نعم. رمز له بعين. اي نعم هو بعين. ابن خالد نعم كتب الستة. نعم طبعا اصحاب الكتب. وذلك ليس له رواية. وهذا يسمى المتفق والمفترق في المصطلح. اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. فهذا يسمى المتفق والمفترق. المتفق يعني في الاسم واسم الأب، والمفترق في الأشخاص، يعني هذا غير هذا. اتفقا في الاسم واسم الأب واختلفت أشخاصهم بأن صاروا شخصين وليس شخصا واحدا. شخصين وليس شخصا واحدا، هذا اسمه في علم المصطلح المتفق والمفترق. أحسن الله إليك. إلا ابن ماجه. لما ماجه؟ نعم. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر هذه الترجمة: باب أمور الإيمان، يعني خصال الإيمان، خصال الإيمان وشعب الإيمان، يعني أنه أشياء متعددة، لأنه يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، وأركانه ثلاثة: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وحديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح مسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ابن الحديث عند مسلم، والحديث عند مسلم فيه يعني الأمور الثلاثة الذي ما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح وما يقوم بالقلب. فما يقوم بالقلب هو الحياء، لأن الحياء من أعمال القلوب، الحياء من أعمال القلوب. وقول اللسان الذي هو شهادة لا إله إلا الله هذا من قول اللسان وما ينطق به باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من الأعمال، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من الأعمال. فباب أمور الإيمان، أمور الإيمان. وقول الله عز وجل: ليس البر. ثم ذكر هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية. وقد اشتملت هذه الآية، بدأت بالبر وختمت بالتقوى، بدأت بقول ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر، ثم قالوا أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون. وكثير ويأتي في القرآن ذكر البر والتقوى مجتمعين، مثل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ويأتي البر وحده وتأتي التقوى وحدها، فهي من جنس الإسلام والإيمان. إذا جمع بينهم في الذكر فرق المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما الآخر شمل معنيه. فالبر
عندما يكون مع التقوى يفسر البر بأنه فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي. وإذا أفرد البر شملت فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا أفردت التقوى شملت الطاعات وترك المعاصي. وهذه الآية الكريمة فيها ذكر الأصول والفروع، وأنها داخلة في البر وداخلة في التقوى. وقد اشتملت هذه الآية على خمسة من أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الخمسة كلها موجودة في هذه الآية، ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والمراد بالكتاب الكتب، لأن الألف واللام فيه للاستغراق الجنس، ليست للوحدة، وليس المراد به كتابا واحدا، وإنما يراد به الكتب. فهذه آية جمعت خمسة من أصول الإيمان الستة التي جاءت مبينة في حديث جبريل، وجاء فيها أيضا بالإضافة إلى هذه الأصول التي هي من أعمال القلوب أعمال الجوارح. وهذا يبين لنا أن الإسلام والإيمان إذا انفرد أحدهما على الآخر يشمل الجميع، وإذا اجتمع يفسر الإيمان بشيء والإحسان بشيء والإسلام بشيء. وكذلك البر والتقوى إذا اجتمع فسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المعاصي، وإذا انفرد أحدهما الآخر شمل المعنيين جميعا، شمل المعنيين جميعا. فإذا هذه الآية الكريمة فيها تفسير البر بأنه الأصول والفروع، بأنه الأصول المتعلقة بالقلوب، وكذلك الفروع المتعلقة بالجوارح، المتعلقة بالجوارح. فكل ذلك داخل تحت البر وداخل تحت التقوى، لأن الآية بدأت بالبر وختمت بالتقوى، بدأت بالبر وختمت بالتقوى. فإذا هذه من أمور الإيمان، وكلها داخلة في الإيمان، يعني التي هي الأصول الخمسة، وكذلك الأعمال الأخرى التي جاءت، وهي من الأعمال التي هي داخلة في كون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن الأعمال من الإيمان. وما سوى هذه الخمسة في هذه الآية كلها من الأعمال، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فإذا مشتملة على أمور الإيمان، يعني وعلى يعني شعب من شعب الإيمان. ثم قال قد أفلح المؤمنون، نعم قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصاف المؤمنين في آيات بعد هذه الآية، في آيات بعد هذه الآية ذكر أوصاف المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم الزكاة فاعلون، يعني أوصاف لأهل الإيمان، وكلها داخلة تحت اسم الإيمان. نعم. وبعدها حديث أبي هريرة قال ثم حديث نعم ثم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64، والبضع قيل إنه ما بين 3 و9، يعني من 3 إلى 9، هذا قال البضع. ويؤتى به يعني في الـ في الـ في 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 في, في, في الآحاد وفي العشرات، قال بضع يعني قال 64، بضعة عشر، 74، 50، 90، يعني لكن ما يقال 100 وبضع، 100 وبضع، وإنما استعمل في العشرات، يعني يأتي استعماله في العشرات. وستون وجاء في يعني في بعض الروايات في 74، وفي بعضها 64 أو 74 على الشك، جاء 64 وبضع وسبعون وبضع وستون أو بضع ويعني 70، يعني على الشك. والحديث الذي أورده البخاري هنا في قال 64، ولم يكرر هذا الحديث، لم يتكرر هذا الحديث عند البخاري، وإنما جاء في هذا الموضع وبهذا اللفظ الذي هو 64. وهذه يعني منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح.
ومنها ما يتعلق بالجوارح. والذي جاء في هذه الآيات اللي هي آية قد أفلح المؤمنون وما بعدها وكذلك ليس البر, هو من جملة يعني شعب الإيمان التي هي داخلة في قوله بضع وستون أو بضع وسبعون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هذا هو الجعفي, عبد الله بن محمد الجعفي يعني وهو الذي جده أسلم على يديه جد البخاري, ولهذا يقال له الجعفي ولاء, الجعفي مولاهم, لأن البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة, وهذا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر بن يمان, ويمان الجعفي هو الذي أسلم على يديه المغيرة ابن بردزبة, فهو يعني هذا يعني من 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 القبيلة التي يعني البخاري ينتسب إليها بالولاء, ينتسب إليها بالولاء, فهو شيخه, ويقال له المسندي لأنه كان يحرص على المسانيد وعلى المتصلات, ويعني لا يحرص على المراسيل وإنما يحرص على المتصلات والمسندات, ولهذا يقال له المسندي يعني يلقب بالمسندي نسبة إلى يعني اهتمامه بالإسناد المتصل وبالأسانيد المتصلة. وقد روى عن البخاري حديث كثيرة, ويعني لم يروي له مع من أصحاب الكتب مع البخاري إلا الترمذي, فإنه روى عنه بواسطة البخاري, روى عنه بواسطة البخاري ولم يخرج له مسلم ولا غيره. وقد ذكر في ترجمته, في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب, أن في كتاب الزهرة أن البخاري خرج له 44 حديثا, خرج له 44 حديثا, وكتاب الزهرة هذا يعني يتعلق بشيوخ الشيخين ويبين ما كان لهما في الصحيحين وما كان لأحدهما, أو يعني إذا كان يعني ذكره في الصحيحين يقول اتفق على كذا له, اتفق على كذا وانفرد مسلم البخاري بكذا ومسلم بكذا, وإذا كان انفرد له البخاري يقول انفرد أخرج له البخاري كذا. فكتاب الزهرة هذا الذي ينقل عنه ابن حجر في أواخر التراجم لشيوخ الشيخين يذكر عدد ما لهم نقلا عن كتاب الزهرة, هذا عبد الله بن محمد يعني حيث جاء يعني بهذا اللفظ وبهذا الهدف والمقصود الجعفي, من شيوخ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, لكنه ليس هو المقصود هنا لأن ذاك يسميه فيقول عبد الله بن أبي شيبة, عبد الله بن أبي شيبة, ولكنه حيث يأتي يعني بهذا الصيغة فإن المقصود به عبد الله بن محمد, وهو الذي يروي عن أبي عامر العقدي يعني, ولهذا من شيوخه يعني من شيوخ أبي عامر العقدي من تلاميذ العقدي هو عبد الله محمد الجعفي, هذا ما ذكر ابن أبي شيبة من شيوخه, ما ذكر ابن أبي شيبة من تلاميذه, وإنما ذكر هذا الذي هو الجعفي. عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو صدوق أو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سليمان بن بلال. نعم. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار يعني هو عبد الله بن دينار, هذا في عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار وكل منهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان مشهور بكنيته, ومشهور وهو يروي عن أبي هريرة ومكثر من الرواية عن أبي هريرة, واسمه ذكوان ولقبه السمان. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه, وقد ذكر الحافظ بن حجر عند ذكر هذا الحديث أن البخاري روى عنه 446 حديثا.
ذكر لطائف الإسناد عبد الله بن دينار عن أبي صالح. أيوة نعم من الأقران, أن هذا من الأقران, لأن رواية الشخص عن قرينه يقال له من الأقران, وإذا روى كل منهما عن الآخر يقال له المدبج, وإذا روى الشيخ عن التلميذ يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر, رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية التلاميذ عن الشيوخ هذه الجادة وهذا هو الأصل, والأقران يعني ليس بكثير, يعني مثل رواية الصغار عن الكبار, والعكس الذي هو رواية الأكابر عن الصغار أيضا قليل جدا. نعم. قال ومن سليمان إلى منتهاه مدنيون, مدنيون, وقد دخلها الباقون اللي هم عبد الملك ابن عمرو اللي هو أبو عامر وعبد الله محمد المسهدي دخلوا المدينة. قال رحمه الله تعالى باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول شيخنا بارك الله فيكم, هل أصل الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان أعلى درجة من الإسلام, والإسلام يعني الناس يشتركون في أنهم كلهم مسلمون, كل من دخل شهادة الله من محمد رسول الله يقال له مسلم, وهذا الأصل لا بد منه, لكن الذي يزيد وينقص هو الإيمان, ولهذا الإيمان أكمل من الإسلام, لأن الأصل هو الإسلام والإيمان هو الكمال, ولهذا جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا, ولكن قلوا أسلمنا, والإيمان شيء زائد على أصل الإيمان, أصل الإسلام زائد على أصل الإسلام, لكنه يأتي كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الناس يتفاوتون في الإسلام, ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون, يعني ليس كل مسلم يسلم منه مسلمون, وإنما المسلم الكامل أو المسلم اللي يعني متمكن الإسلام منه, فالناس يعني في أصل الإسلام يعني خرجوا, لأن الخروج من الكفر والدخول بالإسلام هو الناس متفقون فيه, لكنهم متفاوتون في ما يقوم في قلوبهم كما جاء في الحديث الذي بعدها, المسلم من سلم المسلم حقا, يعني في مسلم يعني متمكن في الإسلام ومسلم يعني ضعيف, يعني في الأصل هذا مشترك, لأن الحد الفاصل بين الكفر والإسلام أن الإنسان خرج من الكفر بشهادة الله محمد رسول الله فصار من المسلمين, لكن الناس متفاوتون في ذلك, ولهذا الحديث الذي سيأتي بعد هذا يدل على أنه ليس كل مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده, وإنما بعض المسلمين. يقول قال الشيخ الإسلام رحمه الله في عقيدة الواسع, ثم أيضا من المعروف أن الإيمان يستثنى فيه, يقول أنا مؤمن إن شاء الله, لكن ما يقول أنا مسلم إن شاء الله, أنا مسلم إن شاء الله, لأن الإسلام هو أدنى درجة. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية أن الدين والإيمان قول وعمل, قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول ما هو المقصود من قول القلب؟ إقراره, يعني إقرار يعني كونه يعني في تصديق وإقرار القلب, فإقراره هو قوله. ولماذا قال إن الدين والإيمان قول وعمل؟ ما المقصود من الدين؟ الدين يأتي مرادف للإيمان, يعني ويأتي يشمل الإيمان والإحسان
والإسلام كما جاء في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني فهو يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل. وهنا أتى به على اعتبار أن 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 الدين والإيمان فيه هذه الأمور الثلاثة التي هي ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان، على اعتبار أن الدين هو مثل الإيمان أنه يشتمل على هذه الأمور الثلاثة. وكما عرفنا أن الإسلام إذا انفرد يشمل ما يقوم بالقلوب وما يقوم في الجوارح، والإيمان إذا انفرد يشمل ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح. يقول بعض من شرح حديث الإيمان 64 شعبة عددها وسردها، فهل لهذا مستند؟ ما في مستند ثابت، ولكن كله يعني بالأشياء التي جاء فيها ذكر الإيمان وأن هذه من الإيمان، يعني جمع يعني، لكن كونها مسرودة في نص ما في نص فيه سردها، لم يثبت شيء في سردها، وإنما هذا كل تجميع من متفرقات ومن نصوص مختلفة. كيف يصل طالب العلم إلى معرفة هذه الشعب؟ بالاطلاع على الأحاديث وذكر الإيمان وأن الإيمان كذا وأن من الإيمان كذا من الإيمان كذا، يعني يأتي في أحاديث ذكر أشياء أنها من الإيمان، فتجميعها يعني من الأحاديث المختلفة وكذلك من الآيات الكريمة المتعددة، يعني هي ما تعرف إلا عن طريق القرآن والحديث، والشيء الذي في نص على أن هذا من الإيمان يعني مثل ما جاء في نفس الحديث الآن، يعني الثلاثة هذه جاءت في نفس الحديث عند مسلم، أدناها إماطة الأذى وهذا من الأفعال، وأعلاها قول لا إله إلا الله الذي كلمة الإخلاص، والحياة شعبة من الإيمان الذي هو من أعمال القلوب، الحياة شعبة من الإيمان أي من أعمال القلوب. والحافظ بن حجر ذكر في الفتح يعني جمعها وقال أن ما يتعلق بالقلب كذا وما يتعلق بالجوارح كذا وما يتعلق باللسان كذا، نعم جمع جملة كبيرة منها أبلغها إلى فوق 60 أو قريب من 70، لكن كما هو علوم كلها مأخوذة من 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 النصوص، لكن ليس هناك نص في جمعها وسردها. يقول ما الفرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؟ أركان الإيمان الستة التي جاءت يعني في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، وأما شعب الإيمان هي كثيرة لأن يتعلق يعني تتعلق بما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح، لأن الأركان الإيمان تتعلق بالقلب تقوم بالقلب، أركان الإيمان تتعلق بالقلب، وشعب الإيمان تتعلق بالقلب واللسان والجوارح. في الحديث المتقدم حديث هرقل لغسلت عن قدمه أو قدميه، قال ابن حجر في قال مبالغة في العبودية له والخدمة، يسأل عن تعبير العبودية، هل هذا التعبير صحيح؟ ما هو مستقيم، يعني كونه يعني يخدمه، ويعني أما العبودية هي لله عز وجل، إلا أن يكون كما يفعل العبد مع سيده، قد أفلح المؤمنون الآية عندك شيخ، قد أفلح المؤمنون إيش قال فيها عندك؟ قال في المتن، في المتن بس قد أفلح المؤمنون فيها الآية، الآية مكتوب الآية كذا إيه، قد أفلح المؤمنون مكتوب الآية، الآية إيه بعدها في موجود كلمة الآية، نعم قد أفلح المؤمنون الآية، الآية هو الآيات، لا الآية، الآية هي هذه موجودة كاملة قد أفلح المؤمنون، لكن لعلها الآيات التي بعدها لأنها خصال الإيمان، لهم صلاة من خاشعون لهم عامون لهم زكاةون لهم فرج حامدون، ما في نسخ عندك فيها؟ لا
في النسخ قد وقوله قد زيادة وقوله بس. أما الآية والآيات ما فيها شيء، ما تعرض لها. لا لا، كلمة الآية هذه ما تستقيم، لأن الآية إذا كانت ما كملت يقال الآية حتى تكمل، مثل يعني آية الدين، يعني إذا تدينتم إلى لاجئ مسمى الآية يعني يكمل الآية، لكن الآية إذا كملت وكان المقصود يعني بعد شيء بعدها يقال الآيات، أي الآيات التي وراءها، الآيات التي وراءها. هذه النسخة هذه الكبيرة اللي معكم. نعم. يقول: من اعتقد بقلبه وقال بلسانه. نعم. كلمة العبودية انتهت الجواب على كلمة العبودية. انتهيت. أيوة. ولا لكم تعليق آخر؟ لا خلاص، يعني العبودية العبارة ما تستقيم إلا إذا أريد بها يعني أنه يكون عنده معه بمثابة العبد مع سيده يخدمه ويبالغ في خدمته. أما العبودية، العبودية لا تكون إلا لله، لكن يمكن يقصد هذا المعنى الذي هو يعني يكون عنده بمثابة العبد. يقول: من اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل بالجوارح إلا الصلاة. إذا كان أنها إذا كان أنها ما جحدها وإنما هو يعني تركها تهاونا، الصلاة هي التي جاء عن الصحابة أنهم كانوا يرون تركها كفر، يعني فيما إذا كان تهاونا. وأما الصلاة وما بعدها فالتهاون لا يقال أنه كفر، لأنه قد جاء في حديث فيما يتعلق بالزكاة التي هي يعني تلي الصلاة، في حديث الذي إذا جاء يوم القيامة يعني الذي لا يؤدي زكاة ماله يعني يبطح بقاع قرقر، فتأتي الإبل تطعه بأقدامها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدر كذا، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم الكافر لا سبيل له إلى الجنة، من يكون كافرا لا سبيل له الجنة، لا ليس له سبيل إلا إلى النار، لكن لما قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أن من لم يؤدي الزكاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكون كافرا. أما إذا حصل الجحود فهذا ما في إشكال باتفاق أنه كفر، يعني كل ما علم من دين الإسلام بالضرورة فإن تركه يعني إذا كان مأمورا به أو فعله إذا كان يعني هذا واستحلاله فإنه لا شك أنه يكون كفر. يقول: ما هو القدر الذي إذا تركه الإنسان تهاونا من الصلاة كفر بسببه؟ يعني بعض العلماء يقول أنه إذا لو ترك صلاة واحدة يعني حتى خرجت متعمدا فإنه يكفر. هذا يقول: مات أبي وهو لم يصلي في حياته إلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فهل يصح أن أحج عنه بدلا حيث كلفني بذلك؟ لا يحج عنه، تارك الصلاة لا يحج عنه. يقول: نسمع في هذه الأيام عن بعض الدعاة المنتسبين لأهل السنة يباهلون بعض الروافض إما عن طريق التلفاز أو موعد في مكان، هل هذا الفعل صحيح وما هو ضابط المباهلة؟ بيان الحق وإيضاح الحق يعني هذا مطلوب، وهذا فيما إذا كان الإنسان متمكن من إيضاح الحق يعني للرافضة أو لغير الرافضة، فهذا هو الذي يعني له أن يدخل. وأما إذا كان عنده يعني شيء من 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 عدم القوة فإن هذا قد يكون دخوله يعني يصير فيه نقص بكونه لا يقوم بالواجب كما ينبغي. المباهلة يعني كما هو معلوم يعني كما جاء ذكرها في القرآن يعني بأن يعني يتقابل يعني طرفان، لكن الإنسان لا يحرص على
يعني هل يأتي بيأتي في الغالب للإنسان الذي يعني معناه أنه قوي وأنه متمكن وأن هذا أنه على حق. يقول: كنت مع بعض إخواني فنزل لإماطة الأذى عن الطريق، وأثناء أخذه للأذى قال: لا إله إلا الله. فقلت: لماذا قلتها؟ قال: أردت أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. فما رأي شيء؟ والله ما لا نعلم لهذا وجه. كل إنسان عندما يميط الأذى عن الطريق يقول: لا إله إلا الله، هذا ليس مكان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يتابعها في أماكنها، يذكر الله إنسان كثيرا أماكن ما يذكره، ما جاء شيء يدل على أنه إذا أماط الأذى عن الطريق يقول: لا إله إلا الله. وليس من السنة أن الإنسان يأتي بهذا الذكر في هذا المكان. يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة في حالة سقوط حملها؟ إذا كان الحمل دون 4 أشهر وأنه لم يتخلق ولم تنفق فيه الروح فهذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصلاة. وأما إذا كان يعني قد يعني تخلق فإنه يكون نفاس. السؤال الثاني يقول: ما حكم المساجد التي تبنى من مال حرام أو ربما بناها كافر؟ يصلى فيها، أقول يصلى فيها وتستعمل، لكن كونها يعني المساجد تبنى بمال حلال مال طيب هذا هو الذي ينبغي. لكن لو أن يعني أنها بنيت مالا بمال مال حرام يصلى فيها، أقول يصلي فيها ولو بنيت مالا حرام، لكن كونها تبنى بأموال طيبة هذا هو الذي ينبغي. لكن لا يقال أنها إذا بنيت مالا حرام منها تهدم وأنه لا يعني يستفاد منها. نعم يستفاد منها. والكافر إذا أعطى قطعة من الأرض المسلمين وقال ابنوا فيها مسجد يصلون فيها، إذا كان كافر له ولاية وأعطى المسلمين قطعة من الأرض يعني يصلون فيها أو يبنون فيها مسجد أو بنى يعني مسجد تصح الصلاة فيه. سؤالها الأخير يقول: ما حكم صلاة من مسح بعد انقضاء مدة المسح ناسيا ثم صلى؟ يعيد الصلاة. يقول: نحن جماعة من أفراد قبيلة ويوجد عندنا صندوق فيه نقود مخصص للحوادث، فهل على هذا المال زكاة؟ إذا كان هذا المال يعني خرج من ملكهم وصار مخصصا لهذا الأمر ما في زكاة، لأنه ليس له مالك. وأما إذا كان كل واحد باق على ملكه وأنه يعني 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 أنه ما تبرع به، أما إذا تبرع وخرج عن ملكه ما في زكاة. جزاكم الله خير.